السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في لاشين ديالي. نتمنى تكونوا كلكم بخير. ألوغ اليوم غنديروا الوصفة ديال السينامون رولز اللي هما لفائف القرفة. هو واحد البريوش كيكون بالقرفة، درتو على ود هاد البرد كيسخن هو حيت فيه القرفة وهذا ايبيسي شوية وكيجي بنين اون ميم طون. ألوغ دابا ندوزو لطريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير البنات، غادي نحتاجو على ود لا بات غنحتاج 400 غرام ديال الدقيق، 30 غرام ديال السنيده، 50 غرام ديال الزبده دايبه، 10 سنتيلتر اللي هو 3 ارباع الكاس ديال الحليب سخون شي شويه، 5 سنتيلتر ديال الماء حتى هو دافي شي شويه. الماء غنخلطو مع الحليب وغنخلطو مع الزبده حتى هو. غادي نحتاج البيضه، خماره بلونشير، غادي غنحتاج ليكستري دو فاني، وغادي نحتاج لشويه المليحه. بوغ لا غارنيتور غادي نحتاج سكر رو، غنحتاج القريفه، وغادي نحتاج 100 غرام ديال الزبده حتى هي ماشي دايبه مي بحراره المطبخ. يلا البنات دابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي ندوب 50 غرام ديال الزبده هي الاولى. غادي نزيد عليها، وانا كندوبها اون فوا تبان ليا دابت غنزيد عليها هاد الحليب، وغنزيد عليها الماء 5 سنتيلتر قلنا ديال الماء. غادي ناخد الدقيق غادي نحطو هنا، غنزيد عليه السنينة، غنزيد عليه شوية ديال المليحة، وعاد غنمشي ندوب الزبدة ديالي. هانتوما البنات، هاهي الزبدة ديالي دابت، غنزيد ليها الحليب دافئ، غنزيد ليها الماء كما كتشوفو، غادي نرجعها تسخن شي شوية وعاد نرجع. ألوغ دابا البنات غادي ناخد الدقيق، هنا درنا سكر سنيدة ودرنا الدقيق، غادي نخلطو واحد شوية مع هاد السكر، فوالا. غادي ندير واحد الحفيرة الوسط وغندير البيضة ديالي. غنخلط واحد شوية هكا غير في الوسط، هداك شوية ينسجم ليا مع فوالا. غنزيد دابا شويه ديال الفاني، الا عندكم نتوما سائل ديروه دابا، انا كان عليا نورمالمون نخلطو مع الدقيق مي بون با غاف. دابا هذاك الخليط اللي كنا درنا غنزيدو عليه لا لوفور الخميره وغادي نخلطو هنايا. الوغ فوالا البنات، ها هو الخليط ديالي ديال الماء والحليب والزبده. غادي ناخذ منه واحد شويه باش ندير فيه هذيك لا لوفور، ندوب فيه هذيك الخميره. هنا راه باقي عندي شويه سخون، نخوي ناخذ بحال هكا غير باش ندير فيه لا لوفور. فوالا هاد الشويه هذا اللي هنا هاشو واش كتشوفو، غنزيد فيه لا لوفور، خليته تبرد واحد الشويه حيت باقا هي سخونه، برد ليا هادشي. وغادي نزيدو عليه الخماره هادي غنزيدها هنايا، ومن بعد غادي نبدا نخلط بشويه بشويه هاد الخليط اللي درت ديال الزبده والحليب وهذا، فغنبدا ندخلو في العجينه ديالي هنايا، وهاد الشويه اللي فيه الخميره ونخليه هو الاخر. غادي نزيدو الخليط ديالي، ملي برد ليا هادشي غادي نخلط لا لوفور هنايا. هادي راه الخميره حبوب اللي كاينه في المغرب، ما عرفتش واش كاينين هاد لي ساشي ولا لا اونيتمون، مي راه هي خميره حبوب فوالا، فيها 7 غرام هادي اللي درت انايا. المهم تقدروا ديروا الخميره ديالكم الاديه ديال الحبوب وديروا 7 غرام، هانتوما شفتوها راه حبيبات كتبان. دابا غادي نخلط هذه مزيان هنايا،
الفرن، ملي تخلطات ليها مزيان صافي تنحطها و تنبدا الخليط ديالي. يلا دابا نبدا نزيدو بتيتا بتيتا هاد الزبدة هادي الوسط ديال العجينة كما كتشوفو، كنبدا نخلط بشوية، كنبدا ندخل الدقيق في هذاك الخليط اللي الوسط غير بشوية بشوية. بالنسبة لينا البنات العجينة بدات كتجمع، سوا نديروها في شي روبو يعجنها لينا مزيان، سوا نعجنوها بيدينا نخلطوها بيدينا مزيان. غادي نجيب لو بول ديالي البنات، انا جبت لو بول ديالي غادي ندير فيه هذيك العجينة. كما قلت لكم راه تقدروا ديروا تخلطوا كل شيء في الميكسور في الروبو ديريكتومون. انا دابا غادي نزيد ونديروا تما وغادي نبدا نعجن اون ميم طون، غنبدا نزيد الخميره، هاد الخليط هذا اللي فيه الخميره، وهذيك الساعه غادي نرجع لكم باش نوريكم كيفاش تولي العجينه. الوغ دابا نختار هنا ديجا هي تجمعات، ناخذ هاد الخليط اللي فيه العجين الخميره وغادي نبدا نزيدو بشوية بشوية. المهم البنات انا راني زدت شوية على هذاك 400 غرام اللي قلت لكم في الاول، حيت العجينة على حساب لا فارين، ما الا كاينه شي فارين اللي كتهز ليا غير 300 دابا هزات ليا كثر. المهم نتوما ها لا تيكستور ديال العجينة، فانتوما كتشوفوها هي هذه، خصها تخرج بحال هكا العجينة، شتوها كي دايره راه رطبه البنات، كتجي وكتجي مجموعة ماشي قاصحة، شوفوا مي مجموعة. المهم هكا غادي تزيدوا لا فارين حتى تولي لكم هكا، شوفوا نتوما شحال غادي تهز لكم، واش 500 غرام ولا اكثر شي شويه، حيت انا راني زدت تقريبا واحد 100 غرام باش تجمعات ليا ولات ليا بحال هكا. الوغ فوالا البنات هذه هي العجينه ديالنا. فوالا البنات انا دابا غنديرها في شي بول وغندير لها الفيلم اليمونتير ونخليها تخمر لمده ساعه ونصف، غنغطيها بشي حاجه بشي فوطه ولا شي حاجه اللي غادي تخليها تسخن شي شويه باش تخمر ليا وتضاعف ليا الحجم ديالها. نخليها ساعه ونص تخمر على خاطرها في شي بلاصه، مثلا نحطوها في كوزينه الا كانت شويه دافيه، وخليوها ساعه ونص عاد غنجبدوها. فوالا البنات انا درتها في لو بول في الماليماسير نفش ليها الهواء، غادي نسدها مزيان نجمع. كيما قلنا البنات نرجعو باش نصوبو الزبدة ديالنا مع السكر ومع القريفة. السكر ها القرفة ديالنا، غادي ناخدو الزبدة نحطو الزبدة كيما كتشوفو راه في حرارة المطبخ، تقدرو تذوبوها واحد شوية الا بغيتو باش تكون ساهلة الخدمة. غادي نزيد عليها نخدمها شي شوية هكا هكا. غادي نزيدو القريفة، كما هنا غنزيد ما يعادل 3 معالق ديال القرفة، نتوما تقدروا ديروا غير جوج على حسب نتوما وشحال كتعجبكم القرفة. الوغ البنات دخلت مزيان ديك الزبدة في سميتو ديك القرفة والسكر في الزبدة، الا بغيتو تجيكم سهلة الزبدة في الخدمة ذوبوها شوية، ماشي ذوبوها زعما يسخنوها باش تجيكم سهلة في الخدمة. انا هنا المولي غادي نستعمل دهنتو بالزبده، جبت المدلك ديالي حيت غادي نخدم لاباط، لاباط ديالي دابا راه طلعت راه خمرات ليا ساعه ونص وهي كتخمر اكوتي. غادي دابا نسرحها كامله ها نتوما معايا باش تشوفوا الطريقه كامله، ها هي خمرات ليا راه كشتو قداش كانت قداش ولات، انا راه طلعت فريمون طلعت. غادي نجيب شويه ديال الدقيق
غادي نديرو هنا في البلان طراي باش نهبطها باش نسرحها بلا ما تلصق ليا. غادي نهزو العجينة هنا نبداو نسرحو العجينة ديالنا كيف ما قلنا. هانتوما شفت باش نوريكم الزبدة، انا كان عندي شويه الفران سخون دخلتها باش تطلق ليا باش تجيني ساهله في لابليكاسيون فوق لاباط. الفران سخون ولكن مطفي، غير خشيتها فيه غير باش تطلق ليا شويه تخدم ليا مزيان. هنا كما قلنا درنا 60 غرام ديال السكر رو، درنا جوج المعالق ثلاثه المعالق درت انا ديال القرفه، ما تقدروا ديروا جوج الا بغيتوا. دابا نبداو نخدموا لاباط ديالنا. دابا غادي ندير هذيك الزبدة غادي نابليكيها هنا غير بشوية البنات، انا غنمشي نجيب سباتول باش ما نجرحش العجينة. البنات فاش كندهنو كامل كندهنو العجين الخليط ديالنا تن فوالا، غادي نبداو دابا نروليو هكا. نبداو نروليوها هكا غير بشويه بشويه. البنات دابا حنا سالينا رولينا خصنا نقطعوه، باش نقطعوه عندنا جوج ديال الطرق، يا اما نقطعوه بالموس يا اما غادي نستعملو خيط وغادي نقطعو هادشي بالتساوي. انا غنستعمل الخيط باش نوريكم لا مانيير، بالموس سي بلو فاسيل انا متفقه معاكم، مي بالخيط ما كي اريتيش ليا هاد لاباط. هانتوما شوفوا معايا مثلا هادي بغيت نقطعها حتى لهنا، نحط الخيط الموس هكا وغادي ندير ليه مثلا ندير ليه طاك. شفتو كتقطع ليا هادي، غادي نستف انا في هادي ديالي كنزلهم شويه كنهبطهم لتحت وكنبدا نستف. البنات باش يجيكم قد قد حاولوا تعبروا بشي حاجة، اوب نحط هذه هنا ونعبر عليها تيك تيك تيك. اوب نانتوما شتو كيفاش كيجي بحال هكا، كنحاولو شويه نزيدو نقصو زعما ندخلو هكا نهبطوها هكا شويه وكنحطوها عاوتاني، كنخليو بيناتهم لي سباس حيت فيهم الخميره راكم عارفين والخميره راه كتزيد طلع هكا، وغنحط نزيدو نكملو.
غنعاودو نعبرو بهاد الابتاني ديالي، تعطيني هنا تعطيني هنا، شو نقاش اشاك فون نستعملو وحده. فوالا دابا غنبداو نقطعو هاد العجينات. انا ساليت كاع لي سينامون روز، حطيت وحده حتى وحده، خليت بيناتهم شويه ديال لاسباس باسكو جو سي انهم غادي يزيدوا يتنفخوا وغادي يلصقوا مع بعضياتهم، غيعطوني ان كيك كومبلي. الوغ دابا غادي نغطيهم، غنخليهم يعاودوا يخمروا واحد نص ساعه، عاد غادي ندهنهم بالبيض وندخلهم للفران ونرجعوا باش نوريكم باش كنسقيهم في الاخر. الوغ بنات دابا غادي نديروا نصوبوا البيض باش ندهنوا البريوش اللي صوبنا. غادي نحتاج بيضة، غندير معاها واحد نقيطة ديال الحليب كيف ما قلت، نقيطة نقيطة ستوب شوية، وغادي نديرها بهاد الكراميل، غادي نسم بهاد الان كراميل باش يجيني المذاق زوين فوق ديالها، تحيد ليا تحيد ليا الزفوريه ديال البيض. فوالا دابا غنخلط هادشي هذا، ها هو كتجي ريحه ديالو غزاله مع الكراميل. كوكو البنات انا رجعت لكم، هانتوما شوفوا راه خمروا، طلعت ليا العجينه لاباط، شفتوا شحال تنفخات وكي خمرات مزيان. دابا غادي ندهنها بهذاك البيض اللي وجدت معاكم، وغادي ندخلها الفران مسخن على درجه حراره 170. هانتوما غادي ندهنها مزيان بحال هكا البنات وحده بوحده. ماشي ندهنوها، مي كنفزكوها بسميتو، كنفزكوها نورمالمون. راه كاينه واحد الطريقه باش كيتصاوب واحد بحال سوغ دو كريم ولا صوص كديريها فوق منها، راه كاينه، مي انا كيعجبني معاها الحليب مركز محلى كنشريه وكنخويه فوق منها وكيجيني كيجي غزال. دابا البنات انا دهنتها كلها، غندخلها الفران طيب، فاش غطيب غنخرجها ونوري لكم كيفاش دايره. كل البنات انا رجعت لكم، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، كتجي محمره حيت دهنتها بداك البيض ولا الكراميل. الريحه ديالها راه ما نعاودش لكم، الريحه ديالها فنه. الوغ دابا كيف قلت لكم انا غنسقيها بالحليب مركز محلى،
هو اللي غادي نستعمل انا. راه كتجي به غزاله بهاد لا مانيير هكا. غادي نحاول نديرو غير خطيطات. فوالا البنات، هو هذا الشكل النهائي ديال هاد السينامون رولز ديالنا اللي قلنا. كيجي غزال وكيجي بنين. جربوها البنات على حسابي. راه في هاد البرد كيجي غزال مع قهيوه ولا في الكاسكروت مع اتاي، راه كيجي زوين. دابا راه هادشي كامل اللي كاين هنا راه غادي يدوب، غادي يدخل داخل وكيبقى الشكل ديالو هكا غزال. انا غنحاول نقطع لكم واحد باش تشوفوا كيفاش كيعيش. فوالا البنات، ها هو البغيوش ديالي طابو جد. ها نتوما شوفوا كيفاش منفوخ، راه كيجي غزال البنات. شوفوا شحال مفخفخ. وهذا ها نتوما البنات كيف ما تشوفوا كتشوفوا عن قرب، ها هو كيجي غزال وكيجي مذهب وكيجي بنين. يستاهل انكم تجربوه. كنشكركم البنات على المتابعه وعلى الدعم ديالكم، وكنقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. غير تسناو، غادي يكون فيديو زوين. غادي يكون فيديو خاص بالبلاك فرايداي، حيت درت بزاف ديال لي كوموند، مازال ما وصلونيش بزاف د الحوايج، هذاك الشيء علاش راني معطله واحد شويه. اون فوا يوصلني كاع داك الشيء اللي مكوموندي غادي ندير لكم لا فيديو. انا موعدكم. ميرسي، السلام عليكم.